يعني عندما يأتي إنسان لآخر يدعو لا يقول آخر الأحزان، غير صحيح أبدا، إلا إذا كان يدعو عليه بالموت. يعني تقول آخر الأحزان يعني تموت، ما راح يموت أحد من أهلك، أنت اللي تموت أول واحد، آخر الأحزان لك. هذا دعاء عليه وليس دعاء له. هذا مثل يذكرني في يقولون إن ملكا رأى رؤيا أن أسنانه تتساقط، فسأل أحد المعبرين فقال ما معنى هذا؟ قال يموت أقاربك وأهلك وأولادك وكذا. فحزن الملك حزنا شديدا يعني، وصار يعني منقبضا لا يجلس معا، يعني خلاص انقبض لموت أهله، ويعني فيما تدل عليه الرؤية. فأحد المشفقين على الملك قال له أيها الملك يعني لماذا لا تسأل معبرا آخر؟ لماذا يعني قد يكون ليس بالضرورة أن هذا الذي عبر لك يكون تعبيره صوابا 100%، لماذا لا تسأل غيره؟ فكأن الملك قبلها، فنادى معبرا آخر فقال رأيت كذا كذا، قال ما شاء الله ما شاء الله، قال طولة عمر، سيمد الله في عمرك حتى يموت أهلك وأبناء عمك، وأنت ما شاء الله الله يبارك لك في العمر. والمعنى إيش؟ معنى واحد، المعنى واحد. فالقصد لا تكون آخر الأحزان إلا لمن سيموت قبل غيره. طيب، فعندما يقول له آخر الأحزان يعني إن شاء الله سكتة قلبية وتنتهي بك الأمور، لا، عبارة خطأ لا غير صحيحة أبدا. نعم.